ما زاد عن 5 أفراد بيضع نفسه تحت طائلة القانون، وفي النهاية هو بيخلع وانتوا اللي بتبوا في الواجهة، وفي الآخر بنقعد نقول حرام وما يستحقش هذا الموظف كذا. قلت لكم من زمان نصيحة، ليكن نادي الزمالك هو بيتكم، لا لأي فرد أيا كان، أي رئيس زائل مهما طال عمره، ويبقى الكيان العظيم، فخلوا ولاءكم لهذا الكيان. تفضل. ما نشيل بقى من مظبطة بيخلع دي، ما انت ما كانتش عاجبك. لا لا التانية غير قانونية. ليه؟ لا التانية غير قانونية، مش عايزين نكررها لو سمحت. الأستاذ عبد الناصر مميز عن كل مذيع، حتى لو عنده ضليع في اللغة العربية، عنده لغة عربية قوية. لا معاك، لا انا سخرية. السخرية مالها؟ لا مشتقة منها ولا لا؟ لا 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 مش مشتقتها ولا ايه؟ ما اقدرش اقولها انا على لساني تاني، ولكن هي لا يقصد بها السخرية. لا المقصود بيها السخريه للعاميه. يبقى انا بتكلم مع ممكن نقول مهزله يا استاذ عبد الناصر؟ لغه عربيه فصحى. ممكن مهزله؟ ممكن مهزله، ممكن تعدي. تعدي احنا عايزين نعلي من قيمه ميثاق العمل الاعلامي. مظبوط، الله ينور عليك. على قدر استطاعتنا، وان كان عندنا اخطاء ولكن على قدر استطاعتنا. والله انت عارف ان احنا الحمد لله اولاد طبليه. استاذ عبد الناصر، في نقطه بلدي بس، في نقطه رهيبه جدا يا دكتور، يعني انا افتكرتها دلوقتي. كنا في شهر 4 حاضرين نهائي السوبر، انا ومستشار احمد جلال وكده، والاهلي والزمالك السوبر الافريقي. حسام غريب دخل مداخله مع الاستاذ عبد الناصر. قعدت شهر اتحايل على الاستاذ مرتضى، وربنا يهديه يعني ويرجع كده لصوابه شويه. اقول له ازاي الراجل ده يمشي؟ عمال ايه؟ ايه اللي عمله يعني؟ لا ما يخشش، ازاي يخش ده؟ مش عارف ايه. لا يا عم هي عزبه، مش عارف يعني. هو هي دي فاكرنا احنا. نعم يا دكتور، تودينا اللي احنا ابتدينا منه. ايوه معلش، هي جت كده عابره يعني. المشكله ان هو ده عاجبك الامر، عاجبه هو على المستوى الشخصي يمشي، مش عاجبه ما يمشيش. لا يا باشا، الراجل واخد اول افريقيا واول دوري. كابتن حسام غريب ده اسم كبير قوي. كابتن مصر حسام غريب، كان لمجرد انه دخل معايا على التليفون مشي. كان بيتكلم في امر شخصي ولا كان بيتكلم؟ انا كنت هتشطب بكره يا باشا، يعني بدل محامي 100 نرفع قضيه ونرجع يعني. مش انا عضو في 20 نادي في مصر يعني، ما عنديش مشكله يعني. نادي الزمالك اهميه عضويته فوق. ده شرف ليا والله. انا واحد زيك وزي سامي مصري برده كان معايا واتشطب تقريبا. طب اجيب لك محامي يرفع قضيه؟ مش كده عضويتي اصلا كمان. درجات التقاضي وحقك في اللجنه الاولمبيه ده حقك. هو لو حد خد منك حقك وانت اتنزلت عنه. يا سامي مصري شاطب ايه بس؟ انا بقالي اسبوعين بتعرض لتهديدات، ويمكن انا ان شاء الله في يعني فريق عمل قانوني رايحين للنائب العام. تهديدات رهيبه انا مش هفصل عنها طبعا على الهواء، بس هي معروف طبعا هو اساليب الاستاذ مرتضى، والاساليب دي يعني اللي تنطوي عليا انا بالذات، انا يعني حافظها يعني، انا حافظها اكتر من نفسي يعني. بس انا بقول لك مش موضوع شاطب يعني. معتمد على الله، وعايز تعمل حلقه ثالثه ورابعه شغالين لحد يوم الخميس الصبح. خلينا نخش على ايه دلوقتي؟ لا انا رايي ان احنا في وجود رجل مهتم بالاقتصاد وتخصص اقتصاد وبورصه، نتكلم في القوائم الماليه. فضل. بس كنت عايز بس قبليها تكمله للي قاله هاني. اتفضل. وارتباطا لموضوع الجمعيه العموميه. احنا مركز تسويق التحكيم على غير العاده زي ما الناس كانت مسلمه كده، استنينا من شهر 3 حصلت التعديلات يا دكتور محمد. على اللائحه بتاعت لائحه النظام بتاعت مركز تسويق التحكيم. فكان اعضاء الجمعيه العموميه واللي حوالينا وكل الناس المهتمين فقدوا الامل في قضيه بطلان انتخاباتنا من زمان. حتى الاداره اللي بتدير الملف قصادي الناحيه الثانيه في النادي، وهو تخيل ان الموضوع هيتقفل. طالبنا واصرينا ومركز تسويق التحكيم، وانت كنت ليك يد في الموضوع.